كشف مسح إحصائي للمواطنين ذوي الإعاقة لعام 2017 عن وجود قرابة 80,000 معاق في المملكة بسبب تعرضهم لحوادث سير. وبين أيضا الإحصاء الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن 80% من المعاقين ستستمر تأثير الإعاقة عليهم لمدة 25 سنة. ووفقا لصحيفة مكة، فقد أوضح رئيس الجمعية السعودية لطب الطوارئ الدكتور أحمد الوزان على أنه من الطبيعي أن ينتج عن الحوادث الخطيرة إعاقات متعددة للمصابين فيها نتيجة الإصابة في الدماغ، والتي تؤثر على عدد من المهام الوظيفية لأعضاء الجسم، وأيضا تؤثر على القدرات الإدراكية. لتسليط الضوء أكبر ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام جمعية الإعاقة الحركية الأستاذ محمد الحمالي. حياك الله أستاذ محمد. يا مرحبا بك، حياكم الله. نرحب فيك في شاشة المنس في برنامج أخباركم. بداية استعرضنا يعني في الخبر رقم كبير ومؤلم للمعاقين نتيجة الحوادث المرورية في المملكة. إيش الآليات اللي تتبعونها لإعادة إدماج يعني هذا العدد الكبير في الحياة الطبيعية يعني في المجتمع؟ احنا الإعاقة على مستوى المملكة تصل إلى 1,500,000 في آخر إحصائية. الإعاقة الحركية الوحدة تصل إلى حوالي 800,000، الرياضي الواحد يمكن حوالي قريب 200,000. الجمعية لها عدة برامج، من أهم البرامج اللي هو برنامج الملتقى الشهري لذوي الإعاقة، كذلك ملتقى جديد أقرته الجمعية خلال الأسابيع الماضية كان التركيز على حديثي الإعاقة، لأنه بالنسبة للمعاقين حركيا يعتبرون حياتهم في بداية الإصابة أنه الحياة انتهت. الحمد لله يعني إحنا الجمعية أقامت عدد من الملتقيات تستهدف حديثي الإعاقة، دمجهم مع المجتمع، وكذلك الاشتراك مع الزملاء من قدامى في الإعاقة، حيث أنهم يشوفون زملائهم اللي ما شاء الله دكتور، اللي مهندس، كذلك الملتقى يكون أبنائهم معهم، اللي يسوق سيارته يحس أنه حياته ما انتهت. فهذا يعني يعتبر أهم البرامج عندنا، دمجهم مع في المجتمع مع زملائهم اللي سبقوهم بالإعاقة، وأن الحياة ما انتهت مع الإعاقة. يعني اللي فهمته أستاذ محمد أنه الآن التركيز غالبا يكون على حديثي الإعاقة في ما يخص الإعاقة الحركية ودمجهم مع المعاقين ممن سبقوهم، صحيح؟ بالضبط، نعم. جميل. كذلك عندنا الجمعية الله يسلمك فيها برامج كثيرة، برامج التمكين، ومن أهم البرامج اللي هو برنامج النقل، نقل ذوي الإعاقة الحركية. احنا يعني الجمعية لديها عدد من السيارات النقل المجهزة برافعات تنقلهم، يعني الآن احنا نخدمهم في منطقة الرياض، نعم، سواء مستشفيات أو أي مكان يرغبون، بواسطة تطبيقات إلكترونية. برامج التأهيلية الحديثة. البرامج التأهيلية اللي موجودة أستاذ محمد، نعم، هل هي بالتنسيق مثلا مع جهات؟ خلينا نتكلم على مركز مثلا الأمير سلطان للتأهيل، مراكز في المستشفيات، مستشفى النقاهة وغيرها، هذه المراكز أو الجهات الحكومية لكم تعاون معها؟ في تعاون مع مدينة الملك فهد الطبية، نعم، في تعاون مع مدينة سلطان. احنا التعاون اللي بيننا وبينهم في عملية الدمج في الملتقيات، في الآن الجنادرية كذلك احنا مشاركين، وساهمنا في نقل عدد من منسوبي مدينة الأمير سلطان الإنسانية بزيارة الجنادرية، كذلك إن شاء الله مع الكتاب في مشاركة لنا. إحنا نحاول ندمجهم في هالملتقيات وفي هال يعني الفعاليات اللي تقام سواء الجنادرية. سؤال أخير أستاذ محمد، هل لكم إسهامات في يعني ضخ مثل أصحاب هذه الإعاقات في سوق العمل؟ نعم، الجمعية لديها مكتب للتوظيف، أنا في شراكات مع الشركات الكبرى، والحمد لله يعني فيه نتائج جيدة لتوظيف ذوي الإعاقة، خاصة أنه يعني المنشآت الخاصة أنه المعاق حركيا إذا وظف يعني ممكن يكون بديل لأربعة موظفين. بالضبط، صحيح. يعني هو حقيقة استغلت من بعض الشركات، لكن نحاول أنه يكون فعلا وظيفة رسمية ويتقاضى راتب يعني مجزي، ونتأكد كذلك أنه الوصول الشامل، أنه الجهة اللي بتوظف ذوي الإعاقة يكون عندها منزلقات مهيئة، يكون دورات مياه مهيئة لذوي الإعاقة. والحمد لله يعني الجمعية ساهمت في دمج ذوي الإعاقة في برامج كثيرة تخدم على مستوى المملكة. برنامج الزواج الجماعي تم تزويج أكثر من 1,300 تقريبا من ذوي الإعاقة الحركية على مستوى المملكة، كذلك برنامج الحج وبرنامج المساعدة على الإنجاب. نعم، الأستاذ محمد الحمالي مدير عام جمعية الإعاقة الحركية، كل الشكر لك، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم
وأن تواصلون هذه الحملة التوعوية الكبيرة بالحد من مخاطر الإعاقة بسبب الحوادث. شكرا لك.